السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنت عايز تعمل تقرير عن الوضع الشغل في الموقع، فتدخل هنا في فيلد ريبورتس، تلاقي نماذج للتقارير هنا، هت اد نيو، فبتعمل تمبليت أو بتعمل فولدر تنظم الشغل. طيب لو أنا عايز أعمل تقرير يومي بسيط زي دوت، في أكتر من نوع. أنا هختار مثلا النوع دوت، هقول له أنا عايز أعمل نيو ريبورت، فبقى بيقول لي الريبورت ديت امتى، الديسكريبشن بتاعته امتى، الريفرنس اللي عايز تضيف صور او دوكمنت او سناب شوت. هنا هتكتب بقى اسم المشروع اللي انت عايزه، هنا هتكتب الويزر، التمبريتشر خليها 50 عشان نروح، التريد، الورك بيرفورماند، البيبول، الهاور، وهكذا. لو في اي نوتس، الاسم، الشخص، السيجنتشر بتاعتك، تمام. done على سبيل المثال يعني اهوت، تمام. تقدر تعمل كوبي او اكسبورت زي ما انت عايز. طبعا في انواع كتيرة من التقارير، ممكن اجي هنا اقول له انا عايز نوع تاني من التقارير زي التايم شيت مثلا. هتحدد التاريخ والديسكريبشن والريفرنس، وتبدأ بقى تقول كوست كود قد ايه، الديسكريبشن اوف ورك، مانداي الشغل الوقت العدد ايه، الاوفر تايم قد ايه، وهكذا. والساين تاريخ، وتقول له سمت. فكده بيبقى في تقارير يومية سهل ان انت تعملها وبشكل منظم، وده اللي بيدولنا البلان جريد.